سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف له دور في العراق. هذا الدور أنا أعتقد بأنه كان دور مصيري وتاريخي، وسنعلم أيضا في المستقبل أبعاد وبركات هذا الدور. هي ليست القضية في فتوى الحشد الشعبي أو مثلا في سماحة السيد السيستاني خرب على الأمريكان الكثير الكثير من مشاريعهم في العراق. سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف كسر بوعيه وببصيرته مشاريع خطيرة كانت للعراق. هذه واحدة منها، قضية الانتخابات واحدة، داعش واحدة. سماحة السيد السيستاني بركة عظيمة جدا للعراق، لسنته وشيعته وكرده وعربه. ولولا سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف الآن لا يوجد عراق، نعم لا يوجد بالتأكيد. عراق. كان العراق مقطع ومجزأ، واستمرت الفتن واستمرت أنهار من الدماء لولا سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف. طبعا أنا لا أريد أتكلم الآن عن ماذا قدمه هذا الرجل العظيم للعراق بل حتى للعالم، ولكن العالم الرباني هل بتسديد من الله، بوعيه ببصيرته بإيمانه بشجاعته يقلب السحر على الساحر ويقلب الأزمة إلى فرصة. ولهذا أحسن. السبب أنا كنت أقول لهؤلاء الذين كان عندهم تحفظ على زيارة البابا للعراق، قلت يا جماعة راهنوا على وعي السيد السيستاني. أنا لا أتكلم عن حواشي، واعي على الألطاف الإلهية التي تحيط بعلمائنا بمراجعنا هؤلاء الذين يصفهم بابا الفاتيكان رجل الله متواضع المؤدب العظيم الحكيم الذي خرج منه نور إلي. فعبارات ليست سهلة. نعم وأنا يقول أنا استفدت روحيا، تأثرت روحيا. وهو دور العالم، هو دور الأنبياء، دورهم حماية المحرومين والمستضعفين والفقراء والمساكين، وأن يقولوا كلا كلا للظالمين والإمبرياليين والمستكبرين والطغاة والمجرمين. هذا هو دور العالم، هذا أصلا هذا هو دور الأنبياء.